طبعا كلنا تابعنا امبارح مباراة مصر وكرواتيا في نهائي البطولة الدولية الودية، بطولة طبعا عاصمة مصر، واللي انتهت المباراة امبارح كلنا شفنا 4-2 لصالح المنتخب الكرواتي. بعد المباراة حسام حسن المدير الفني للمنتخب خرج سعيد بالتجربة الودية، وبعد المباراة عبر المدير الفني لمنتخب مصر عن رضاه عن تجربة بطولة كأس عاصمة مصر، مؤكدا انه على العديد من السلبيات والايجابيات لعلاجها في الفترة القادمة. وأضاف كمان الكابتن حسام الاستفادة الأكبر من بطولة كأس مصر تتمثل في قدرتها على إعادة جماهير الكرة المصرية إلى الملاعب مرة أخرى من خلال استاد مصر المبهر طبعا اللي شفناه امبارح في العاصمة الإدارية الجديدة في بطولة كأس عاصمة مصر. وقال المدير الفني للمنتخب الوطني عقب المباراة، قال عدة تصريحات كان أبرزها انه لا يحب الهزيمه سواء رسميه او وديه، واكثر شيء اثر فيه في البطوله هو حزن الجماهير بسبب الخساره امام كرواتيا، والفريق افتقد نجوم كبار في البطوله بسبب الاصابه على راسهم زيزو وامام عاشور ومحمد الشناوي ورمضان صبحي، وطبعا بالاضافه الى نجمنا محمد صلاح. كمان حرص حسام حسن مدير الفني لمنتخب مصر على الاجتماع باللاعبين على ارضيه الملعب على طول عقب نهايه المباراه، وقال ليهم هدفنا هو لعوده الجماهير المصريه للملاعب مره ثانيه، ده هو هدف الفتره القادمه بعد سلسله طبعا من تراجع الاداء والنتائج للمنتخب في السنوات الاخيره. واكد كمان المدير الفني اللاعبين على ثقته الكبيره في هذه المجموعه وانها قادره على تحقيق كل الطموحات الجماهير المصريه. كمان طلب الكابتن حسام لاعبين وما ينسوا تماما نتيجة مباراة كرواتيا والتركيز في الفترة القادمة، وتحديدا مباراتي الأهم بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم. بكل تأكيد اتمنى الكابتن حسام كل التوفيق في المباراتين. منتخب امبارح هناك بعض السلبيات اكيد اللي كانت واضحه يعني للجميع في بعض الاربع اهداف، يعني منى مرمانة امبارح في مباراه كرواتيا اكيد فارق الامكانيات كبير، لكن برضو الغلطات كانت سهله، غلطات دفاعيه كانت يعني شايفينها واضحه جدا سواء في التمركز الخاطئ من قلبي الدفاع والتمركز الغلط كمان من طرفي الملعب، اللي شفنا مشكله في الضربات الثابته كانت واضحه جدا امبارح، والاهداف يعني كانت سهله نقدر نقول على بعض التركيز من المدافعين، وكمان التمركز كان الى بعض الشيء خطا في طبعا التصويبه من الهدف الاول، لما تتذكروا طبعا الهدف الاول اللي احرز فيه منتخبنا الوطني وشايفين تمركز خاطئ من لاعبي خط الوسط، كان لازم يكون في ضغط بشكل اكبر من البدايه. في كل طبعا اخطاء هيحاول ان هو يتلافاها كابتن حسام في الفتره القادمه.